رجعنا معكم مع ضيفتنا في الاستديو لهذه الفقره الدكتوره مريم التركي، اخصائيه تغذيه علاجيه واعلاميه. حياك الله معنا دكتوره في شاي الضحى، منورتنا. شكرا حبيبتي. يا صباح الرشاقه. صباح الورد. صباح النور. دكتوره، كثير من الناس الحين يحاولون يضعفون، يعني ودايت ورا دايت وفي طرق كثيره، لكن للاسف في بعض الاشخاص قاعد ياخذون يعني خط وايد يعني لا مضار، مثل الكبسولات الخاصة بالتنحيف. قولي لنا شنو قصة الكبسولات اللي قاعد نسمع عنها؟ زين، كبسولات التنحيف طبعا منذ الأزل هي شيء يستخدم لتنزيل الوزن من قبل السيدات خصوصا وحتى الرجال، يعني من زمان يلجؤون حق الحبوب عشان ينزلون وزنهم. لكن الحبوب كل سنة عن سنة تتطور، وكل فترة عن فترة نسمع باختراع جديد وحبة جديدة ومفعولها غير مفعول السابق وأكثر سحرا عن السابق، والثانية تضعف 4 كيلو هذه تضعف 10 كيلو. يعني نسمع وايد خلينا نقول كليمز أو نشرات إعلامية. نعم. إعلانية عفوا عن منتجات يمكن تكون صح يمكن تكون غلط. الحين لما نتكلم عن حبوب التنحيف احنا نتكلم عن 3 فئات. فئة أولى هي حوارق الدهون، فئة ثانية هي السادات الشهية، وفئة ثالثة لا تصنف من الأدوية، تصنف من الأجهزة أو الانسترومنتس أو الأشياء اللي نستخدمها علشان تساعدنا في تنزيل الوزن بدون لا تتدخل في الهرمونات أو الجهاز العصبي. نعم. أوكي؟ حلو. فهذه 3 فئات، كل فئة لها خصوصيتها. نعم. وطبعا هو بالنسبة للناس يعني أنه كأروح أسوي عملية تكميم يحسون الموضوع أنه فيه خطورة ويخافون منه، فيروحون حق الحبوب أنها هي كبسولة باخذها وخلاص، يعني ما راح تسوي شيء، بالعكس راح تفيدني. أي. هذه الحبوب على شنو تحتوي بالضبط أنها هي تنزل الوزن؟ هل فعلا هي قاعد تنزل وزنهم بطريقة ممكن تكون خطيرة حق الجسم أيضا؟ زين، إحنا الحبوب اللي تنزل، في حبوب تنزل الوزن فعلا وفي حبوب كلش ما تنزل الوزن. الحين الحبوب اللي ناخذها اللي مكتوب عليها فات بيرنر او حارق دهون او مساعد في عمليه الدايت لتنزيل الوزن، اللي ما تسوي اعراض جانبيه يعني لا تطيح شعر ولا تسويني عصبيه ولا تخرب نومي بالليل، هذه ما راح تضعفني. ما راح سايد افكت يعني؟ لا ما راح تضعفني. بس يعني هذه بس شو يقولون اعلانات. نعم. عشان الانسان يحس انه قاعد ياخذ شيء مساعد. ففي ناس بالوهم على فكره بعامل الوهم يضعفون مع يعني لو تعطينها بنادول وياها هذا حارق دهون تاخذه كل يوم 3 مرات تستانس تحس انها قاعد تضعف وفعلا. نعم. تضعف لان هي عايشه ان هي قاعده تاخذ شيء يساعدها. نعم. فحتى تلتزم بالدايت اكثر. دكتور هذا مثل اللي تروح النادي. أيه. تحس انها شيء جسمها صار مشدود وفجاه ضعفت تحس. ايوه بالضبط. أيه. بس هذه بنصج ترى. نعم. يعني تكون هي يعني في ناس كثيرين يحتاجون الحبه مو علشان فعلا تحرق دهون. نعم. يحتاجون ان هم يحسون قاعد يسوون شيء يساعد في حرق الدهون لان هم غير مؤمنين ان الدايت بروحه ممكن يضعفها. نعم. او ممكن يضعفها. اوكي، اما الحين بالنسبه حق الحبوب اللي فعلا تنزل الوزن وحوارق دهون خاصة، يعني مكتوب عليه فات بيرنر. أيوة. مو أبيتايت سبرسر، مو منزل شهية، لا حارق دهون. هذا لا شك راح يخليني عصبية، لا شك راح يخليني ما أعرف أنام بالليل، راح يخرب نفسيتي شيء. نعم. يعني مع الوقت شيء يوم بعد يوم شعري بيطيح، بحس في جفاف، كل هذه أعراض تصاحب الفات بيرنرز أو حوارق. نعم. الدهون. ليش؟ لأن إحنا ميكانيكية عمل حارق الدهون على الخلية الدهنية. نعم. هذه الخلية الدهنية هي المركز الأساسي لكثير من الفيتامينات، وخاصة فيتامينات إحنا نسميها بين قوسين الديكا اللي هي الدي والإي والكي والأي. أوكي. هذه الفيتامينات تحتها 5 خطوط هي فيتامينات الجمال. أوكي. هي فيتامينات الشعر والبشرة ولمعة العين. نعم. وصحة الأظافر. فتخيلي أنت لما أنا أخذ كبسولة تفضي الخلية هذه من مكوناتها من الدهن. نعم. وكل شيء فيها. يعني الحين حتى الفيتامينز. ايوه لما تحرق الدهن هي ما تحرق. نعم. بس الدهن تحرق الدهن وكل شيء داخل الدهن. زين، انا فيتاميناتي هذه مخزونه داخل هذه الخليه مع الدهن. نعم. أوكي. هذا بالنسبه لتساقط الشعر او ان البشره تكون كل جافة. المضاعفات الجانبيه انا الاكتئاب او العصبيه اللي تكون هذه العوارض المصاحبه لهذه. نعم. الادويه او الكبسولات الخاصه بالتنحيف، من وين تيها العوارض هذه؟ ليش الواحد يحس لما ياخذ هذه الحبوب انه خلاص مزاجه تعكر؟ هو كله مع بعض. نعم. يعني احنا الحين تخلصنا من فيتامين دي، فيتامين دي مسؤول عن المزاج، مسؤول. نعم. عن الحاله النفسيه. عدا عن ذلك احنا الاكل شيء يحسسنا بالسعاده. صح. يعني هو احد مكونات او احد عناصر السعاده المهمه في الحياه، لان احنا ناكل اكل لذيذ، ناكل اكل نحبه، يجوز اكلي انا اللي احبه مو لذيذ. نعم. بس انا احبه يونسني. اوكي، لما اخذ الفات بيرنر او شيء حارق الدهون ولا سواد الشهيه، انا قاعد انحرم من شيء انا وايد احبه.
فالاسبوع الاول يمكن اكون مستانسه مع نزول وزني، الاسبوع الثاني ماشي حالي، الاسبوع الثالث لا شك راح ادش في حاله كآبه، والكآبه هذه اكبر من الكآبه اللي تحوشنا لما نسوي دايت عادي، لان احنا الدايت صدق نوقف بعض الامور اللي ممكن نحبها عشان نضعف، لكن ماكو مقارنه لما نسوي دايت ولما ناخذ حبه تنحيف او حبه تخسيس او حبه سد شهيه. نعم دكتوره، يعني احنا نقول ان هذه الحبوب مضره. طبعا هذه الحبوب اللي هي من فئه حوارق الدهون ومن فئه سادات الشهيه. زين، هل في حبوب فعلا ممكن تساعد ان الوحده ينزل وزنها بطريقه طبيعيه وما يسبب لها مشاكل وما يسبب لها مضاعفات حق جسمها، ولا هذه كلها دعايات؟ ما في حبوب فعلا ممكن تعطينا هالنتيجه هذه؟ لا مو كلها دعايات. احنا انا اول شيء ذكرت انه هم ثلاث فئات، تكلمنا عن فئتين اللي هي فئه حوارق الدهون وفئه سادات الشهيه. نعم. الفئه الثالثه التي هي تصنف الحين في وزاره الصحه على انها هي انسترومنت او اله، يعني هي كبسوله لكن لا تصنف ضمن الادويه. ليش؟ ليش؟ لان هي مو لا تمتص في في الدوره الدمويه ولا في الجهاز الهضمي، كل شيء كل اللي تسويه ان هي تترس المعده. هي عباره عن الياف طبيعيه. نعم. مكونه من ماده اسمها الجلوكومنان، وهي الياف طبيعيه موجوده بالخشب حتى. يستخدمونها في بعض الاكلات عشان تعطيها قوام ثخين. نعم. او سميك في التصنيع الغذائي. هذه المادة لما ناخذها ونشرب عليها كمية كبيرة من الماء، شو يصير؟ تنتفش هذه المادة بالمعدة. نعم. تكبر بالمعدة. هل هذه البالونة اللي نسمع عنها لا ولا لا مختلفة؟ هذه البالونة. نعم. مع خيط. مع خيط اللي قلتي. نعم. عنه. قبل اللقاء كنا قاعدين نسولف عن البالونة. دكتور. نعم. المناظير واخصائي المناظير او جراحة السمنة. نعم. اما هذه الحبة هي عادي كبسولة ناخذها مع ماء، نشرب عليها كمية كبيرة من الماء، هذا الشرط عشان تنتفش بالمعدة. لما تنتفش بالمعدة شو يصير؟ انا احس اني كليت. كنت شبعانة ماكلة يعني وايد. ايوه ما اشبع تماما اني انا ما اكل، لكن لما ابدي اكل اكل كمية اصغر من الكمية اللي انا متعودة عليها، لان اوريدي المعدة عطت مؤشر للجهاز العصبي بشكل طبيعي ان هي كلت. ليش؟ لان هي فعلا صار فيها ثقل، صار فيها وزن، يعني كأنها كلت فعلا، فتعطي تبدي تعطي مؤشر ان انا في شيء بالمعدة، فيبدي الانسان وهو قاعد ياكل بدا ياكل مثلا 6 7 8 9 10 لقمات، هو ياكل 20 لقمة بالعادة. نعم. يشبع. ما لها مضار يعني حق الجسم؟ كل شيء له حسنات ولا سيئات، لكن سيئاتها إذا استخدمت بالشكل الصحيح اللي ضمن التعليمات اللي يعني مكتوبة أو اللي طبعا يعلمها الطبيب أو المعالج حق المستخدم ما تضر بإذن الله. يلتزم يعني فيها بالضبط؟ يلتزم فيها بالضبط، تشرب كمية كبيرة من الماء، ما ياخذها قبل النوم، ياخذها قبل الوجبة بربع ساعة إلى نص ساعة مثلا، يمارس الرياضة، يلتزم بالحمية الغذائية، ما يقول أنا والله قاعد أخذ كبسولة تساعدني فياكل خاروف الغداء، والله أنا قاعد أخذ شيء يخلصني من الدهون فوزي فلا، يعني أنا التزم بالتعليمات وأخذ الكبسولة وأتوكل على الله ما في مشكلة إن شاء الله. طبعا إذا ما كان عنده حالة صحية، يعني احنا قاعد نتكلم عن الانسان الطبيعي، مو مريض سكر، مو مريض ضغط، مو مريض قلب، مو مريض كلى، مو ما عنده مشاكل صحيه، يعني ممكن تصير مضاعفات اكيد. اللي عنده مشاكل صحيه بحسب الادويه اللي ياخذها لازم يستشير الدكتور المعالج. نعم. حتى اللي ما عنده مشاكل صحيه يعني دكتوره اتوقع انه لازم يستشير الدكتور، يعني كثير من خاصه السيدات للاسف. صح. وايد احنا ننخدع في بعض الاعلانات خاصه مع عالم السوشيال ميديا، يحطوا لك كذي اعلان حبوب بديل التكميم في اسبوع تنزلين 10 كيلوات، فواو يلا بسرعه روح اشتري هذا. هذا وايد سمعنا هذا الإعلان بديل التكميم. نعم. حطوه على حوارق دهون وحطوه كذلك على الكبسولة اللي تكلمنا عنها. نعم. الكبسولة اللي تكلمنا عنها لما بدأوا يروجون للمنتج كانوا يستخدمون مصطلح بديل التكميم. صح. ليش؟ لأن هي تساعدك على أن تحسين أنك أنت شبعانة فتاكلين أقل، وهو شنو فكرة التكميم؟ أن إحنا نأكل أقل، أن تصغر المعدة فنأكل أقل. فالحين قمنا ما نعرف، يعني إحنا كمثلا كقارئ عادي أنا قاعدة أمشي بالإنستغرام وأشوف حبة بديل التكميم وأطلبها، أنا الحين ما أدري هذه حارق دهون ولا الحبة الزينة اللي ما فيها شيء، اللي هي عبارة عن ألياف طبيعية. فلازم القارئ يكون واعي، وخاصة في الشراء عبر السوشيال ميديا لازم يكون واعي. وأنا أصلا أقترح أن ما نشتري دواء بدون اللجوء إلى أخصائي أو دكتور. نعم. أو دكتوري حتى. نعم. اللي يعالجني بشكل عام. نعم. اللي أنا ما أخذ يعني أخذ وأعطي معاه، مو إلا أروح حق أحد ما أعرفه، دكتوري أو دكتور العائلة، دكتور إيش رأيك بهالمنتج؟ دكتورة أصلا أنا عندي وايد أسئلة وللأسف قاعدين يقولون إن الوقت يعني تقريبا خلص عندنا في هذا اللقاء، لكن أنا أبي نصيحة أخيرة حق الناس بشكل ععام اللي يبون ينزلون من وزنهم، شنو اللي لازم يسوونه أول شيء؟ يعني هما الأكل متخيلينه بكل مكان دام إنهم يحبون الأكل. صح. وعندهم هذا شيء وايد صعب. اللي بينزل وزنه أيا كان الطريق اللي بياخذه، سواء كان عملية ولا بلونة ولا حبة ولا رياضة، أيا كان الاتجاه،
لازم يكون على دراية أن أي اتجاه من هذيلة ما رح يشتغل بدون تغذية مع الأسف. يعني حتى لما نسوي عملية التكميم أول شيء يقول الجراح حق المريض روح حق أخصائي التغذية بعد شهر. لما نحط البالونة أول شيء يقول دكتور المناظير حق المريض روح حق أخصائي التغذية بعد أسبوع. نعم. أوكي؟ لما يأخذ حبة مكتوب على قوطي الدواء المتابعة مع أخصائي تغذية لحمية غذائية متوازنة. نعم. لما يسوي رياضة بالنادي المدرب يقول له روح حق أخصائي تغذية أو طبعا يعطي رجيم من عنده. فبالتالي أي خطوة أنا بسويها عشان أنزل وزني لازم أكون على قناعة أن هي ثلاثة أرباعها شنو قاعد أكل، لأن اللي قاعد أكله هو اللي سبب المشكلة. نعم. فلازم أحل هذه المشكلة أو سبب المشكلة علشان تنحل. نعم. الطرق الأخرى هي مساعدة لكن لا شك الحمية الغذائية هي الأساس. وهني احب اقول على الهواء الحميه الغذائيه مو يعني انا جوعانه 24 ساعه صح، ولا يعني انا ما اكل كاكاو ولا اكل بالمطعم ولا اكل عيش ولا اكل في وجبات وفي سناك وفي ناكل كل شيء، لكن كل شيء بوقته نتعلم شلون ناكل الاشياء اللي نحبها بس بالطريقه الصحيحه. ودايت اسماء غير دايت فاطمه غير دايت مريم، كل واحد له دايت خاص. طبعا شكرا لك دكتوره مريم، يا هلا نورتينا في شاي الضحى واستفدنا وايد من هذه المعلومات الخاصه مشكورة. بالتغذيه يعطيك الف عافيه. حبيبتي الله يعافيك. اسماء اليوم ختامنا راح يكون مختلف أكيد. مع الورد وختامها مو مسك، ختامها ورد. مع كل متابعينا راح نتعرف من خلال هذه الفقره على الورد وانواعه، في انواع كثيره للورد، انا عاشقه للورد الامانه، الاوركيد، الجوري، الزنبق وغيرها من انواع للورد، واهميه الورد راح نتعرف عليها من خلال هذه الفقره مع الاستاذه حنان الحبيب. واحنا الحين انا واسماء بدورنا نقول لكم مع السلامه وتابعونا باكر، لكن خليكم مع هالفقره هذه. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، ونخليكم مع هذا التقرير في ختام حلقتنا.